هيتم استخدام كارت الفلاح في المحافظات اللي تم فعلا فيها تطبيق منظومة جديدة اللي بيتم التعامل معاها لنقل حيازة الفلاح للأراضي إلى من ورقية إلى مميكنة. بجدد التحية بالمهندس مجدي عبد الله، المدير التنفيذي لمشروع كارت الفلاح في وزارة الزراعة. كارت الفلاح هتستخدموه ازاي مع الفلاح؟ هل في توعية؟ هل هتعلموهم؟ يعني اكيد حضرتك عارف ان في قطاع عنده مشكلة اساسا في التعامل مع الاوراق، مع الورقة تمام. والقلم، يعني هتعملوا ايه؟ هو الاول كان معاه بطاقه ورقيه، يعني نسبة يعني الامية بقرا اقصد بطاقه موجودة. ورقيه، يعني كانت ممكن لو هو مش عارف اهميتها يعني كنت بص تلاقيه ممكن تقع منه، ممكن تقع منه في الميه وهو بيروي، ممكن تقع منه تضيع منه طيب في تتقطع تتبهدل. بالعكس ده انا امنتها له جدا، انا امنتها له جدا، حتى لو ضاعت منه بمجرد ما يجي يبلغ حضرتك اقول له اهلا وسهلا حضرتك عنديك واحده بدلها، حتى لو ضاعت ما حدش عارف يستخدمها، ما حدش عارف يعمل بيها اي حاجه، ما حدش يقدر يغير البيانات اللي عليها الا ده احنا. دورك انتوا، ان انتوا ماشي. هتوفروا له هو انا هديله البديل كارت فورا زي ده. اول ما تضيع. لا لا هو المشكله، دي بس بتاعته، هيستخدمها في ايه بقى؟ يروح الجمعيه المشكله في استخدامها، تمام يا استاذ هيروح مجدي، الجمعيه. استخدامها ازاي؟ تمام. فانا هو حضرتك بتقول لي هي بديل للكارت الخاص بالفلوس الاي تي ام، طب هو هيعمل ايه طيب يعني ماشي. اذا كان الاول هو لا، هو بيعرفش بقى انه نقول هيعمل ايه، ايه؟ نقول الفلاح بالنسبه للمزارع هيستفيد ازاي؟ اول حاجه انا امنت له بياناته، امنت له حيازته، ما حدش طبعا يقدر يلعب في بياناته دي خالص، ودي اهم حاجه بالنسبه للمزارع. تمام نمره اتنين، خلينا نقول مثلا الدوله قررت انها تصرف، خلينا نقول السماد اللي هيصرف على البتاع ده الاول، ابسط حاجه اللي الناس فاهمه كلها ان الكارت ده عشان يصرف سماد، لا ده هو اكتر من كده بكتير جدا. لو هو عايز يصرف سماد كل الحكايه انه يروح الجمعيه. هو بيروح الجمعيه، البطاقه دي بتحط في الماكينه في الجمعيه، بيحطها بيطلع ان هو مثلا عنده فدان. طيب خلاص؟ راجل عنده فدان، اذا مثلا لو هيزرع قمح هياخد 5 شكاير نطرات او 3 يوري. حلو. اتنين، فبتاع الجمعيه هيدي له الدفعه المقدمه شكرا. هو ما عملش حاجه، هو رايح الجمعيه انا عايز السماد بس مش اكتر من كده. بتاع الجمعيه بيعمل اجراءات وبيديله شكاره سماد وبتسجل على المنظومه ان هو خد شكاره. حلو. لو هو رايح بقى يصرف فلوس، لو هو رايح يصرف فلوس، امتى يصرف فلوس؟ خلينا نقول مثلا ان هو رايح يورد في الجمعيه طيب محصول. خلاص. لو احنا مثلا بنقول يا جماعه اللي بتوردوا قصب، خلاص احنا عايزين نورد القصب من خلال منظومه كارت الفلاح. فاحنا مثلا هو بيروح يورد فبيتسجل له هو جاب 5 طن قصب، فبروح الجمعيه او مكان المصنع او الحته اللي احنا هنحط فيها الجهاز هيديله وياخد ايه؟ يسجل على المنظومه ال5 طن قصب. طيب الطن سي مثلا طلع ب 1000 جنيه، يبقى له 5000 جنيه. خلاص. هيقول له خلاص يا فندم فلوسك نزلت على الايه؟ على البنك. هيروح اي ماكينه صرف. وعلى فكره كل الناس بقت تروح ماكينه الصرف دلوقتي، اي ماكينه صرف هيحط ليها باسورد، اهي ليها 3 ارقام هياخدهم او 4 ارقام هياخدهم، هيحط دي في المكنه، يضرب الباسورد بتاعه هو او ابنه، ياخد الفلوس اللي هو اللي نازله له. طب ايه المشكله؟ ما كان بياخد فلوس من المصنع. لا يا فندم ما الفلاح كانش كده. الفلاح يا باشمهندس هيضرب هيعرف باسورد. هيعرف فندم الباسورد في ناس يا زي ما فندم. حضرتك دلوقتي قلت في النهارده سياق كلامك هو النهارده او ابنه، في ناس اه ولادها معاها كويس. وبتعرف انها يعني تظبط لها امورها، ما هو برضو احنا عندنا تجربه في بطاقه وفي التموين، ناس ما فيش. عندنا بطاقه التموين كلها ليها باسورد، والاخوه المزارعين من ضمن الناس اليوم بطاقه تموين ومعاها باسورد، وبيروح يديها للبقال وياخد التموين بتاعه. خلاص. خلينا نقول برضو، طب ايه الفرق يعني؟ معلش ايه الفرق؟ هو مش كان بياخد الفلوس من، لا كان الاول يقول لك ايه، اصلا خصموا مني كذا وخصموا مني كذا وخصموا مني كذا، وفي الاخر لو ال 1000 جنيه ده انا جاني خدت 800 بس، انا خدت 850 بس. لا يا فندم محدش هيقدر يقسم منه كده. في الاخر هينزل المبلغ بالكامل، ثمن الطن او ثمن الحاجه اللي وردها هتنزل بالكامل على الكارت. هل دي مش دي فايده للمزارع؟ ما هو في فوائد، هو احنا ما كويس. اما اختلفناش، نقصد مشاكل لا بقى حضرتك برضو التنفيذ. التنفيذ اسهل من كده ما فيش على فكره. يعني طيب ماكينات الاي تي ام هتبقى متوفره فين؟ ماكينات الاي تي ام اللي هي 1 2 3 اللي موجوده في كل حته في مصر، يعني مش حاطين، مش بنقول له لازم تنزل البنك كذا، مش بنسميه له بنك معين ينزل عليه، يروح البنك الزراعي اهلا وسهلا، يروح يعني في اقصد يا فندم اماكن متراميه الاي يعني تي 1 جيده. فيها ماكينات موجوده في كل حته، ال 1 2 3 ال 1 2 3 ماكينات ال 1 2 3 دي موجوده في كل حته في الجمهوريه. طب ما فيش يا فندم بنك القريه، بس هروح بنك القريه يا عم، انا ليا فلوس. بنك القريه هيصرف له بالطريقه بتاعه البنك المعتاده، هيتعامل مع بنك القريه. فدي من ضمن الحاجات ده على سبيل المثال يعني. طب احنا مثلا عايزين نقول ايه؟ كنا زمان بنقول الدعم يروح مش عارف لمين ولمين ولمين، لما نحب نقول لا. طب احنا ما احناش عارفين راح للمستحقين ولا لا، فكنا عشان نقول هندي دعم فبندي دعم على العموم. طب افرضي الدوله عايز مثلا تقول انا عايز ادي دعم للي عندهم اقل من 5 قيراط او من 5 قيراط اللي تحت بس فقط لا غير، كنا زمان عشان نعمل كده
ناخد وقت كبير جدا. لازم نجيب بيانات على مستوى الجمهوريه، نفضل قاعدين نجمع نعمل كالكوليت نجمع البيانات دي كلها، وفي الاخر الله اعلم تيجي البيانات صحيحه ولا لا. دلوقتي لا، حضرتك انا وانا قاعد في مكاني بخش على السيستم بطلع اسامي المزارعين باعدادهم اللي عندهم حيازات ايراد 2 3 لغايه 5 قراريز، وفي الاخر بقول ايه، خلاص انا عرفت عددهم. طب لو انا دعمتهم مثلا، معلش لو انا هديهم 100 جنيه بضرب في 100 جنيه، وفي الاخر الدوله تقول اه احنا في امكاننا ندعم بالرقم ده، اه لا ده احنا عايزين نزود، احنا ممكن نخليها 200 جنيه عددهم قليل قوي فاحنا عايزين ندعمهم، يبقى احنا كده عرفنا وجهنا الدعم اللي فعلا للصغار، وجهنا عرفنا احنا هندعم بقد ايه من قبل ما نقول للناس ونقول احنا هنعمل كذا كذا. لا يا فندم، انا خططت ودرست ولقيت فعلا التكلفه هتبقى كذا، واذا احنا معانا نعمل كده، اه يلا يلا جو اهيد يلا نعمل. هندعمهم بكميه تاوي، نديهم كميه تاوي معينه. طب مش هعرف حد مين الاول؟ والله انا هدعم اللي عنده اللي يزرع محصول معين. الدوله عايزه يبقى دعم موجه. يعني ايه دعم موجه؟ خلينا نقول مثلا والله ده احنا عايزين نزرع فول صويا محصول زيتي والدوله محتاجاه. طيب يا جماعه اللي هيزرع محصول فول صويا هنديله رقم كذا، يبقى ده دعم موجه خلاص. والتوريد هعمل اجهز نفسي ان انا التوريد هيبقى في الحته الفلانيه خلاص وبالسعر الفلاني، يبقى انا في الاخر حفزت لزراعه حاجه معينه. طيب كنا برضو ساعات نقول ايه، دعم موجه برضو او سياسه، ما احناش عارفين. انا عايز اجمع حيازات زراعيه وعايز اعمل دوره زراعيه ما انيش عارف. طيب نقول ايه، كنا زمان نقول طب التفتت التفتت الارض فين، اكبر تفتت موجود في اي حته، واحنا قاعدين كده ما نعرفش، لازم نسال كل المديريات الزراعه على مستوى الجمهوريه ونشوف الدنيا فين ويجيبوا صح ويجيبوا غلط. لا النهارده من على السيستم بخش اقل مساحه، يعني مثلا نقول مساحه الجمعيه الفنيه دي 200 فدان وعليها 300 حائز، ده كل حائز فيهم اللي عنده قراط واللي عنده عددهم قليل قوي. طب ما تيجي اجمعهم واعمل لهم ايه، زراعه تجميعيه. طب زراعه تجميعيه هو انا اقدر اعمل لها خدمه؟ ادرس قبل ما اطلع قرار، هو انا اقدر؟ اه يبقى انا هخدمهم. اللي عنده قراط واثنين وثلاثه وعمال يعمل بتن وحد ومش عارف ايه، لا انا يا فندم هوجهك تزرع صنف واحد واجمع زراعه تجميعيه واعمل لكم تسويق واحطك في الجمعيه وخلاص، وانت قاعد يا فندم بعمل لك احسن عائد من قطعه الارض، وفي نفس الوقت هوفر ميه وازرع بطريقه معينه وازرع بالطريقه المناسبه ماشي واجمع حيازات. بس الكلام ده كنت اعرف اخده زمان، دلوقتي لا، انا اقدر اوجه الدعم بتاعي لحاجه تخدم البلد. طيب هو كده حضرتك طرحت الاستفاده للطرفين كتير، يعني قلت حاجه حضرتك، يعني خلينا نقول بس يعني في كتير قوي، في حاجات كتير قوي استفاده. حضرتك كنا زمان عندنا مشاكل التعدي، على سبيل المثال يعني هديك كمان واحده او اتنين زي ما انت عايز. اتفضل. طب كنا زمان بنقول تعدي، فنيجي نقول ايه، الراجل بنى على الارض زراعيه وخلص وبعدين بلغه، يجي يروح ولقوه مباني وعايش ومتجوز ومخلف. طب انت ابني ما بلغتش ليه؟ لا انا بلغت، لا انا ما بلغتش. احنا في المرحله الثانيه بتاعت المشروع انا بدي للمزارع تابلت صغير، جهاز تابلت صغير كده موجود عليه بيانات الحائزين بالظبط، اسم الحائز والارض بتاعته والارض بتاعته قد ايه، لا ينفع يزود فيهم ولا يزيد. طيب واحد بيجيب رمله وطوب عشان ايه، يبني، لازم يصورها ويبعتها على السيستم. طب قول لي بقى لو عملش كده دلوقتي هو المقصر، ادي اول واحد يتخوف انه يقول كل معلوماته للدوله. ماشي يا فندم، ممكن يتخوف ده في حس بنكه صح؟ اكيد اخذتوه في الاعتبار. ماشي. انه ممكن يقلق ان هو يربط حيازه الارض بالدعم المقدم ده بالنسبه للمزارع. اه طبعا مش كده، انه يقلق. ماشي، هو بيقول لك ايه، اصل هيفرضوا عليه ضرائب، مفيش كده. اه فيقول انا مش هقول مش هعمل كل الكارت. المعلومات اللي عندي، انا مش هعمل الكارت، مش هعمل، اروح اقول للناس انا عندي 50 فدان، اروح اقول للناس انا عندي مش عارف. يا فندم بصي، المشروع ده اساسا مش حكايه ان انا زي ما قلت لك كده ان انا كارت هديله عليه سلعه او هديله عليه سماد وخلاص على كده وقفلنا. لا انا هخدمه من اوله لاخره، انا احطه على منظومه وسيستم من اولها لاخرها خدمه. خلاص ما بقاش ينفع ان انا اخد قرار واقول مثلا والله ده احنا زارعين مساحه مثلا زارعين قمح في مصر 3.2 مليون فدان خلاص، وفي الاخر ابص الاقي ناس جابت ارقام يا اما اقل من الواقع يا اما غير واقعيه. ما ينفعش حضرتك تبقى مش موجوده ومانيش شايف كل شبر بيتزرع هو مزروع ايه والدنيا فيها ايه. هي مزارع الدواجن والابقار موجوده معانا في الموضوع؟ لا بصي احنا الاول بنقول ايه، بنقول حيازه زراعيه، حيازه اللي عنده هو عنده فقط. فدانين لا يا فندم، وبسجل عليها المشروع، يعني مثلا واحد عنده فدانين، طيب عنده ايه، عنده حاجه بتصريح مقننه قانوني زارع عامل مزرعه دواجن مثلا نص فدان خلاص، تمام، والباقي فدان ونص ارض زراعيه. طب دلوقتي انا شفتها كنت الاول شايفها ايه، فدانين ارض زراعيه خلاص، ومتسجله عندي ايه، والله ده زارع برسيم فدانين، ده زارع فول فدانين خلاص، لكن ما كانش دلوقتي بقيت شايفه. لما ينزل يعمل الحصر هو كان زمان يقول لك ايه، مثلا جمعيه كل مساحتها 150 فدان مثلا، عنده مثلا 50 حيز وهي 50 فدان،
فيروح الراجل يسجل 150 فدان، يروح يسجل يقول لي مثلا منزرع قمح 150 فدان، ومنزرع مثلا مش عارف برسيم 20، بصينا لها مثلا 200 فدان اصلا. طب هي كلها 150. فكناش بنشوف ده. لا انا دلوقتي هشوفه، انا مديله جهاز، هديله تابلت كده صغير، هو ما يقدرش يطلع ولا ينزل على ال 150 فدان انا كاتبهم له. خلاص هو المفروض هو بينزل بيقول لي مجدي عبد الله عنده فدان، والفدان ده باني على نصه مبنى بقى سواء قانوني او تعدي، والنص الثاني برسيم او الى اخره. خلاص طبعا في ايجابيات كتير اكيد، وفي لانه جديد تطبيق كارت الفلاح في المحافظات، هي خطوات جديده بتاخذها وزاره الزراعه. بالمناسبه المحافظات 5 محافظات بس اللي بيتم تطبيق فيها الان، احنا معانا 2.4 مليون على مستوى الجمهوريه لكل المحافظات، لكل المحافظات. لكن كانت التوجهات، عملوا اجتماع في مجلس الوزراء، كانت التوجهات ان هم يبتدوا بخمس محافظات يعني في شهر 11 يبتدي يطلق في 5 محافظات. خلينا نقول عشان نشوف الدنيا فيها ايه يعني. قال لك طب خلاص، فهناخد اسيوط وسواك، وهياخد الشرقيه والغربيه والبحيره، هياخدهم كبدايه. لكن احنا جاهزين يا فندم ان شاء الله باذن الله بعدهم مباشره، الدنيا ماشيه وكويس وتمام على مستوى الجمهوريه ان شاء الله. شكرا جزيلا المهندس مجدي عبد الله، رئيس قطاع الهيئات وشؤون مكتب الوزير والمدير التنفيذي لمشروع كارت الفلاح بوزاره الزراعه. شكرا يا فندم، بشكر حضرتك، بشكر حضراتكم على المتابعه، وتصبحوا على خير.